بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل إن شاء الله دورة إعداد مهندس تنفيذ. هنتكلم على تنفيذ البلاطات السلابس، هنتكلم على تنفيذ البلاطة الهوردي أو البلاطات الهولو بلوك. المحاضرة دي هتكون بعض المعلومات عن البلاطة الهولو بلوك مش أكتر، غير مش هنخش في التنفيذ بس، بحيث لما نيجي نتكلم عن التنفيذ تكون الرؤية واضحة. هي قد تكون معلومات تصميمية إلى حد ما. يعني إيه بلاطة هولو بلوك؟ وليه بنستخدم البلاطات الهولو بلوك دي؟ البلاطات الهولو بلوك او البلاطات الهوردي اللي انا بستبدل الخرسانة في الجزء بتاع الشد اللي فيه تنشن ببلوكات فاضية وبلوكات مفرغة، ومن ثم كمية الخرسانة تقل ويكون الوزن خفيف، يبقى الاحمال عندي خفت، احمالها تكون عندي خفيفة. يبقى انا مشكلتي لما يكون عندي اسبان كبير، وعايز احط خرسانات، تمام؟ يعني انا لو عندي اسبان كبير معنى كده اللي انا عندي الدبس بيزيد، كل ما الاسبان بيكبر كل ما الاسبان بيزيد، عايز ازود مين؟ تخانه، التخانات بتاعتي بتزيد. سي مثلا خلينا في القانون التقريبي اللي هو ال على 10، السيكنس بيساوي ال على 10 في الكمونات مثلا، يبقى ال على 10 كل ما سم كل ما الاسبان يزيد التخانه بتزيد، التخانه بتزيد. معنى كده لو عايز اعمل اسبان 6 متر او 7 متر، يعني دخلت البلاطه عندي بقت 25 سم مثلا، تمام؟ لو نتذكر في الديزاين بنلاقي حاجه كنا بنقول في حاجه اسمها النيوترال اكسس او محور التعادل او محور الخمول. محور التعادل ده اللي احنا كنا بنعمل مثلث اجهاد بالمنظر ده، بيكون زي مثلثات اجهاد كده وفي تنشن وفي كومبريشن. الجزء اللي تحت ده لو فرضنا ان ده النيوترال اكسس، تمام، كل اللي تحت النيوترال اكسس، الخرسانه اللي تحت النيوترال اكسس دي مش شغاله. انا اللي شغال عندي ايه؟ اللي شغال عندي الحديد اللي هيكون شغال. احنا عندنا طبعا كذا مرحله من مراحل تحميل القطاع. المرحله الاولانيه في القطاع الخرسانه شغاله، و تقريبا بس الخرسانه الوحده اللي شغاله. بتخش في المرحله الثانيه الخرسانه بتبدا تشرخ منك، ترمي حملها الحديد، بعد كده الخرسانه وقعت منك خالص، الحديد هو اللي شال كل حاجه، تمام؟ يبقى اذا انت عندك كل الخرسانه اللي تحت النيوترال اكسس دي ملهاش اي قيمه، مش شغاله معاك. انت حاطط حديد في القطاع، الحديد ده هو اللي شايل مين؟ هو اللي شايل، والخرسانه دي كلها مش شايله معاك حاجه. يبقى انت عمال تزود في قطاع، وفي نفس الوقت كل الخرسانه انت بتزود في القطاع، في الدبس بتاع القطاع ده. يعني كل ما زود ده شويه، كل ما زود الدبس ده شويه، ايه اللي بيحصل؟ النيوترال اكسس ده بيطلع فوق، كل ما زود تخانه النيوترال اكسس هتترحل لفوق. معنى كده ان انا عندي كميه خرسانه كبيره انا مش محتاجها انشائيا، مش موجوده معايا، لان اهملتها في الديزاين، يبقى انا اللي هو فكره الهولو بلوك اللي انا بحط بلوكات، بنحط بلوكات بتكون مفرغه، بتكون البلوكات ديت بتكون بلوكات مفرغه. فين بقى مكان الخرسانه الضعيف؟ الخرسانه اللي انا مش محتاجها نيوتراكس، يبقى الفكره انا مش محتاج خرسانه هنا، يبقى في حاجه اسمها بلوكات او فوم، تمام؟ يبقى لما احط لما اشيل الخرسانه واحط بلوك مفرغ، حاجه مفرغه كده، او الفوم اللي هو حاجه خفيفه كده زي اللي بيكون جاي مع اي جهاز من الاجهزه الالكترونيه الجديده دي، بتجيب جهاز الكتروني جديد بتلاقي محاط بطبق من الفوم، بيه عامله زيها حاجه وزنها خفيف جدا جدا، الفوم ده وزنه خفيف جدا، او الطوب المفرغ، طوب ابيض مفرغ او طوب طفلي، تمام؟ يبقى اذا انت لما شلت الخرسانه ايه اللي حصل؟ الوزن عندك خف، الديد لود اللي عندك بقى خف، وزنه بقى قليل. يبقى اذا انا لو عندي بحر كبير انا كده كده اوريدي خففت الوزن عندي، يبقى اذا البندنج مومنت هيكون هيقل، يبقى اذا فكره البلاطه هي دي القصه كلها، اللي انا عندي خرسانه كتير تحت النيوترال اكسس ما انا مش محتاجها، من ثم دخلت حاجه جديده، اليه جديده، اللي انا هشيل الخرسانه اللي انا مش محتاجها واحط حاجه اسمها افرغ المنطقه ديت اللي هي الفكره الهولو بلوك او البلاطات الهوردي، تمام؟ البلاطه الهوردي او الفلاتس او الهولو بلوك بتتكون من ايه؟ لو جينا نبص هتلاقي عباره عن بلاطه واعصاب بالمنظر ده كده، ده لو خدت كروس سكشن فيه، تمام؟ ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن البلاطه، الطوبنج سلاب، بلاطه عنصر صغير كده، بلاطه حوالي 7 سم 10 سم وهكذا. بلاطه عامله زي إيه مثلا؟ كفر كده ولا حاجه، تمام؟
بعد كده عندي ايه؟ عندي الربس الاعصاب. هذا العصب هو عباره عن كمرات سنويه. لو انت جيت هتلاقي ايه الربس ده بيتكرر معاك سي مثلا كل 50 سم، يعني طبعا ده كل ده له حدود في الكود هنشوف دلوقتي. يبقى انا عندي بعد كده الربس، الربس دي ايه؟ عباره عن كمرات سنويه. يبقى الرب ده عباره عن او العصب ده عباره عن كمره سنويه. الكمرات دي بتكون فين؟ يبقى الربس او العصب ده عباره عن كمره، يبقى الرب عباره عن كمره. طب الرب ده هيكون متشال فين؟ الرب الكمره السنويه دي لازم أن تكون متشاله، اي كمره في الدنيا لازم أن تكون متشاله على سبورتين اتنين، سواء كمره متشاله على كمره او كمره متشاله عمود او هكذا، او كمره متشاله على كمره مدفونه هيدن جبيم او وخلاف. يبقى اذا متصبر مين السبورت بتاع الربس ده؟ ده عباره عن كمره رئيسيه، عبارة عن كاميرا رئيسية، تمام. يبقى الرب هو عبارة عن كاميرا سنوية، المسافة بينهم بتكون صغيرة في حدود مثلا 50 سنتي، بتكون في حدود 50 سنتي. بعد كده طب الجزء ده ايه بقى؟ الجزء ده هو البلوكات، الجزء ده هو البلوك، ده الجزء الفاضي بقى اللي انا فرغته. يبقى الجزء ده انا حطيت فيه بلوكات فاضية كده، تمام. هي لما شلت ده وحطيته يبقى اذا الوزن عندها هيكون خفيف، تمام. لو جينا بصينا على شكل، هي دي شكل البلوكات اللي موجودة عندنا، هي دي شكل البلوكات، حاجة بالمنظر ده. قد تكون البلوكات دي زي ما احنا شايف ده فوم مثلا، الفوم زي ما قلنا اللي هو اللي بتيجي مع الأجهزة، أو طوب زي ده كده، طوب أبيض ده الأشكال بتاعت أو طوب طفلي زي ده كده، تمام. عبارة عن طوب مفرغ، هو ده ايه؟ ده مكونات البلاطة، ده مكونات البلاطة والتوبنج سلاب وبلاطة ايه؟ وبلاطة عليهم. ده فوم اهو. ميزة الفوم زي ما هنشوف دلوقتي له ميزة كويسة، وزنه خفيف جدا زي ما قلنا، وتلاقي وزنه بالجرام، يعني وزنه بتاعه تلاقيه بالجرامات، يعني مثلا ممكن تجيب الكثافة متر مكعب تلاقي وزنه مثلا 800 جرام مثلا، 800 جرام، شوف مفيش وزن، يعني 800 جرام مش محصل كيلو اساسا، مش محصل كيلو، تمام؟ اوزان خفيفة. يبقى انا بشيل اوزان زي دي كده، بشيل خرسانات، بشيل خرسانه واحط طوبه، بقت خرسانه كثافتها 2.5 طن على المتر المكعب، ده كثافته 800 جرام، مفيش حاجه. او الطوب المفرغ كثافته قليله برضه، تمام. هي دي فكره مين؟ ده فكره الهولو بلوك. يبقى عندي في الهولو بلوك، في الهولو بلوك او الهوردي، عندي طوب البلوكات، وعندي الطوبنج سلاب، وعندي الريبس اللي هي الاعصاب، وبعد كده الكاميرات السنويه اللي هي بتكون غالبا يا اما كاميرا ساقط على الدائري الخارجي وجوه بيكون هيدنج بي، تمام. طيب الريب ده، طب في نقطه ثانيه ناس بتسال سؤال، هي الريب ده متشال على ايه؟ الريب ده لو انا جيت رجعت للرسمه اللي احنا كنا راسمينها، انا عندي طوبنج سلاب وانت بتقول لي ان في ريبات كده، ده الريب كده، ده الريبس، وده البلوكايه. طب البلوكايه دي متشال على ايه؟ البلوك ده متشال على ايه؟ متشال ازاي؟ انت دلوقتي في شده هنا، ده الشده، وانت رصص الكلام ده زي ما احنا شايفين في الصوره كده، وانت رصص الكلام ده على الشده. طب البلوكايه دي مش هتسقط تقع؟ لا مش هتقع. البلوكايه دي تخيل بالظبط لو انت جايب كتاب او اجنده او اي حاجه وحاططها بين ايديك الاثنين وضغط عليها، لو انت جايب حاجه كتاب مثلا وحطيت الكتاب ده بين ايديك الاثنين بين كفين الايد وضغطت عليه، هل الكتاب ده هيقع؟ لا مش هيقع. هي دي نفس فكره مين؟ دي نفس فكره البلوكات، ان الربس فيه ضغط موجود، تمام، والضغط ده هيبدا الضغط ده هيبدا يعمل شير، ينتقل عن ايه؟ عن طريق الشير، عن طريق الشير، تمام. زي ما قلنا هي نفس فكره ايه؟ انت حاطط الكتاب وضغط عليه بين ايديك الاثنين، يبقى اذا ايه؟ هل هيقع ولا مش هيقع؟ لا مش هيقع. يبقى انا ضاغط عليه، الضغط ده بيعمل حمل عن طريق مين؟ عن طريق الشير، يروح لمين؟ للربس، تمام. طيب الهولو بلوك زي ما قلنا يبقى اذا مساحات كبيره، ليه؟ لان زي احنا قلنا المشكله كلها في الخرسانه الكتير، عندي دبس كبير وبالتالي كل الخرسانه اللي تحت النيوترال اكسس مش شغاله، كل الخرسانه اللي تحت النيوترال اكسس مش شغاله، طب انا هعمل ايه؟ هشيل الخرسانه دي. يبقى اذا انا عايز سيكنس كبير، سيكنس كبير عشان نقول ايه؟ نقدر نقول اه ده انا عندي كميه خرسانه كبيره مش شغاله. يبقى اذا في سبانات كبيره مثلا نقول من 6 متر، لو ما البحر يبدا يزيد عن 6 متر نبدا نستخدم مين؟ نبدا نستخدم البلاطه الهولو بلوك. يبقى لما البحر يزيد عن 6 نبدا نستخدم الهولو بلوك سلاب، تمام. بنفس المنطق اللي احنا قلنا ده،
يبقى اذا لو بنفس المنطق ده، لو انا عندي سبان او عند بحر، عند بحر في عملته هولو بلوك، باكي عملتها هولو بلوك اقل من سمك السوليد سلابس، تمام؟ يبقى انا لو عند بحر 7 متر لنفس البحر، 7 متر في السوليد سلاب هتلاقي نفسك عملت دخانة 20 حاجة و20 سنتي، لكن في الهولو بلوك هتلاقي نفسك سيكنس عالي، يبقى لنفس البحر بستخدم مين؟ سيكنس عالي. طب لو ثبتت السمك يبقى هغطي مساحة أكبر من السوليد. لو أنا ثبتت السمك 30 سنتي يبقى إذا السوليد سلاب هتغطي مثلا بال 30 سنتي هتغطي 7 متر، لنفس السمك هولو بلوك هتغطي 8 متر وهكذا، تمام؟ طب ايه هي مميزات؟ يبقى اذا اقدر استنتج مميزات الهولو بلوك في ايه؟ الهولو بلوك خرسانه هتكون قليله، لان انت عندك ايه؟ لان انت عندك حاطط بلوكات او حاطط فوق مفرغ مين؟ مفرغ خرسان، يبقى كميه الخرسانه هتكون عندك ايه؟ قليله، دي من المميزات بتاعتها، تمام؟ عندك المميزات الثانيه معماريا، المعماري ان عندك هتكون هي فلات من تحت، مسطح من تحت، مفيش عندي كاميرات سقط. يعني لما اجي ابص على دي بالشكل ده مثلا، مفيش عندي كاميرات سقط زي دي كده، مفيش عندي كاميرا سقط، هي كلها تحت من تحت فلات، يبقى عامله زي الفلات سلاب كده، يبقى كل هي مسطحه من تحت، مفيش عندي كاميرا سقط. لذلك في حاجه اسمها مصطلح اسمه الهيدنج بيمر، الكاميرات المدفونه، الكاميرا المدفونه دي بتاخد نفس سمك البلاطه، بتاخد نفس تخامه البلاطه وممكن تزيد 5 سم او 7 سم الاعلى وتروح مع التشطيبات، بمعنى ان السمك سي مثلا هي المفروض ده تخنت البلاطه، ده لو تخنت البلاطه ده الهيدنج بيم مثلا، الكاميرا المدفونه بتكون جوه البلاطه، وممكن اطلعها شويه حوالي 5 سم بحيث اما اجي اشطب، انا بشطب الدور بيتشطب زي ما قلنا قبل كده 10 سم، فمين فتضيع مين؟ فال 5 سم الزياده اللي انا طلعتهم من فوق عشان تديني انرجي، تمام؟ الكاميرا المدفون، يبقى الكاميرا المدفون متلازم مع الكاميرات، مع الايه؟ مع الفلات، مع الهولو بلوك، الكاميرا المدفون الهيدنج بيم متلازم مع الايه؟ مع الهولو بلوك، تمام؟ في نقطة تانية بقى، يبقى احنا قلنا ان هو متلازم الهيدنج، الكاميرا المدفون متلازم مع الهولو بلوك. طيب في ناس بتلاقي بتحط مثلا هيدنج بيم في كامر فلات سلاب، او هيدنج بيم في كامر سوليد سلابس مثلا، بتشوف انت الكلام ده هيدنج بيم في اي حته كده. طيب ايه مبدا نقل الحمل؟ مبدا علشان بس نوضح النقطه دي للناس لانها نقطه مهمه، مبدا نقل الحمل اللي عندي، الحمل بتنقل ازاي؟ مثلا زي مثلا عند بلاطه وعمود، الكامر اللي هي السوليد سلاب بلاطه وكامر عمود، طب الحمل جاي منين؟ جاي من البلاطه رايح للكاميرا، رايح للعمود، ينزل للاساس. طب المبدا بيبقى معتمد على ايه؟ معتمد على حاجه اسمها الجساءه او الانيرشيا بتاعت مين؟ بتاعت القطاع. الانيرشيا بتاع القطاع، او نقول مثلا نقربها اكتر، عزم القصور الذاتي. عزم القصور الذاتي. المومنت اوف انيرشيا، تمام؟ ان البلاطه، ان الكاميرا المومنت اوف انيرشيا بتاعها عالي، فتسحب مين؟ فتسحب الحمل من السقف. ده المبدا اللي شغال. الانيرشيا بتاعتها كبيره فتسحب الحمل. زي مثلا ايه؟ لو انا عندي الناس واحد تخين او اتنين تخان، وفي شكله شغاله مثلا او خناقه شغاله، وفي ناس صغيره كده ايه مع حجمهم صغير بالنسبه للناس التخين، مين اللي شال الليله دي كلها؟ الناس التخين. لعبه شد الحبل اللي بتتعمل، بتلاقي في لعبه اسمها شد الحبل كده، بتلاقي مثلا في خط كده بيكونوا شادينه، وفي ايه؟ حبل كده موجود، وتلاقي ايه مجموعه 5 6 واقفين هنا وخمسة ستة واقفين هنا، ويشدوا الحبل يشوفوا مين الفرقه ان هي اللي هتعدي الخط تبقى مغلوبه، تمام؟ تخيل لو الفرقه ديت فيها واحد تخين او اتنين تخان، وفي لو الفرقه فيها ستة وفيها اتنين تخان او واحد تخين جسمه كبير كده وفحل كده، تمام؟ مين اللي هيشيل مين اللي هيشد؟ هل الصغير ده هيشد حاجه؟ لا مش هيشد حاجه. امتى يشد؟ لما التخين ده ايه يبدا يتعب، يرمي على مين؟ يرمي على الصغير. هي اللي نفس فكره نقل الحمل. فكره نقل الحمل هي عباره عن جساءات انيرشيا، تمام؟ الريجيديتي بتاعتها. طيب موضوع بقى السوليد سلاب، ان احنا دلوقتي متفقين ان 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 ان, إن الهيدنج بيم الكاميرا المدفونه، من اسمها كاميرا مدفونه، بتكون جوه مين؟ جوه بلاطه السقف. يبقى اذا هي واخده ابعاد مين؟ ابعاد السقف. تخيل بقى لو انا عندي فلات سلاب او سوليد سلاب وعملت فيها هيدنج بيم،
هو عملت فيها هيدنج بيم بالشكل ده تمام، جوه مين؟ جوه السوليد سلاب او جوه فلات سلاب تمام. هل الحمل هيتنقل من السقف للهيدنج بيم ثم العمدة؟ لا. ليه؟ هل هو متحقق مبدأ الانرشيا هنا؟ متحقق مبدأ الجساء هنا؟ هل جساء السقف المفروض جساء بتاع الكاميرا او المومنت اوف انرشيا بتاع الكاميرا اكبر من السقف، ومن ثم يسحب من السقف يرمي على العمد؟ هل هذا الكلام متحقق؟ لا. ده هي لها نفس تخانه مين؟ نفس تخانه السقف، نفس تخانه السقف. يبقى هي مش هتسحب منه حاجه، مش هتسحب منه حاجه. اذا موضوع الهيدنج بيم الكاميرا المدفون في البلاطه السوليد سلابس او الفلات سلابس ما هو الا تركيز حديد فقط لا غير، بركز حديد او بكثف حديد في المنطقه دي. اما كون اللي هو يبدا يشتغل ككاميرا ويبدا ياخد حمل من السقف يرميه على الاعمده، الكلام ده مش هيتحقق. ليه؟ لان مبدا الجساءات اللي هو مبدا نقل الحمل من عنصر لعنصر مش متحقق. يبقى اذا موضوع السوليد، موضوع الهيدنج في الفلات او السوليد ده حاجه مش كاميرا، مش يعتبر ما هياش كاميرا في الوقت ده. طب انت دلوقتي بتقول لي في الفلات في الهولو بلوك سلاب في حاله الهيدنج بيم او الكاميرا المدفون متلازم مع الاسقف الفلات سلاب، متلازم مع الكاميرا المدفون، متلازم مع الكاميرا مين؟ مع الكاميرا الساقط، مع الكاميرا المدفون متلازم مع الهولو بلوك سلاب او البلاطات الهوردي. طب اشمعنى هنا وهنا لا وهنا اه؟ طب انت دلوقتي بتقول لي ان السوليد سلاب والفلات سلاب ما هياش كاميرا ولا يعتبر ايه؟ يعتبر تركيز حديد. طب اشمعنى هنا بقى انت بتقول لي ان هو كاميرا ومتلازمين مع بعض؟ الاجابه تعالى، لان يعني مش لسه قال دلوقتي ان لا ان البلاطه او العنصر العناصر الانشائيه بتاعت البلاطه الهردي عباره عن بلاطه توبنج سلاب، بلاطه وبعدين المكونات بتاعتها عباره عن بلاطه توبنج سلاب وعباره عن ريبس وعباره عن البلوك تمام. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الريبس هو عباره عن كاميرات سنويه، الريب هو عباره او العصب هو كاميرا سنويه تمام، هترتكز على كاميرا رئيسيه. الكاميرا الرئيسيه دي هتكون هيدنج بيم، يا اما هيدنج بيم يا اما ايه بروجكتد بيم، يا اما كاميرا ساقطه يا اما كاميرا مدفونه. طيب يبقى الريبس ده راكب على مين؟ راكب على الكاميرا المدفونه. طب تعالى واحده واحده كده، احنا قلنا ان الكاميرا المدفونه بتاخد نفس ابعاد العصب، الكاميرا المدفونه بتاخد نفس ابعاد مين؟ ابعاد السقف، ابعاد البلاطه، والعصب واخد نفس الكلام ابعاد البلاطه تمام. لو انا جيت الاثنين واخدين نفس ابعاد البلاطه، يعني انا ده سي مثلا ده كده، ده بلاطه السقف وده مين؟ وده بلاطه، وده مثلا الكاميرا المدفونه، وهيجي على عصب سي مثلا وعلى عصب وشال عصب، او في عصب جاي عمودي عليه، في عصب جاي عمودي عليه تمام، عصب جاي عمودي على الكاميرا. يبقى اذا اللي شال العصب الكاميرا. طب تمام، طب ما تيجي نحقق مبدا نادرشيا كده. انا عندي ان الاثنين بنفس الارتفاع، الكاميرا المدفونه هي نفس ارتفاع العصب تمام، الاثنين واحد. يبقى انا بقى ايه عايز اجيب مثلا ايه الانرشيا بتاعت مين؟ الجساء او الانرشيا بتاعت العصب والانرشيا بتاعت مين؟ الكاميرا المدفون. لو جيت ابص هلاقي ان الاثنين لهم، احنا مثلا لو قلنا ان ابسط الصور بي تي تكعيب على 12 صح تمام، بي تي تكعيب على 12. لو انا جيت لما اجي مثلا ابص لو عايز اجيب العصب الرب، هل الرب هو نفس مين؟ ارتفاعه هو نفس البلاطه، يبقى التي بتاع مين؟ بتاع البلاطه تمام. سي مثلا احنا نقول 30 سنتي تمام، البي بتاعت العصب، العصب بتلاقيه الكود قال لك 10 سنتي بس هو ايه بيتنفس كام؟ ما يقلش عن 10، بس احنا بننفسه في الموقع بيتنفس حوالي 12، في الموقع عمليا بيتنفس 12 تمام. يبقى اذا البي عرض العصب هيكون كام؟ هيكون 12، ده غالبا بيكون 12، ممكن يزيد عن 12، ممكن تلاقي في الزبالات الكبيره تلاقي ب 15 وممكن يزيد كمان لو عايز تمام. يبقى اذا المومنت اوف انرشيا بي تكعيب البي ب 12 سم 30 تخانه 12 هيطلع رقم تمام. لو انا نفس الكلام ده، لو نفس الكلام ده جيت اطبقه على الهيدنج بيم،
التي هي التي دخلت البلاطه، يبقى البي دي بتاعته بكام؟ ب 30. البي بقى عرض الكاميرا، خلي بالك عرض الريب كان 12. عرض الكاميرا عرض الكاميرا بقى الهيدن بيكون عرض كبير، تلاقي ممكن تلاقي متر ونص، عرض الكاميرا بيكون متر ونص، ممكن متر ونص، ممكن تلاقي متر، يعني ممكن تلاقي متر ونص او ممكن تلاقي متر. ابعاد الكاميرا الهيدنج بيم العرض بتاعها بيكون كبير، لان ايه ارتفاعها صغير، في ايه بتعوض في العرض، بتعوض في العرض تمام. يبقى سي مثلا لو افترضنا ان البي دي ب 100 سم، ايه المشكله، ايه القصه دلوقتي؟ اذا ايه لما اجي احسب عزم القصور الذاتي بتاع مين، بتاع البي بتاع الكاميرا، العصب بي 12 في 30 تكعيب على 12 تمام. طب بالنسبه للكاميرا 100 في 30 تكعيب على 12 تمام. يبقى اذا البي هنا ب 100 والبي فوق ب 12، وال 100 دي ساعات بتزيد ممكن توصل ل 150 تمام. يبقى اذا في الاخر انا وصلت لايه؟ ان جساءة الكاميرا المدفونه اكبر من جساءة مين؟ اكبر من جساءة العصب. جساءة الكاميرا المدفونه اكبر من جساءة مين؟ اكبر من جساءة العصب. اذا المبدا متحقق ان هي جساءتها اكبر فهتسحب حمل، هتبدا تشتغل زي كاميرا، هتبدا تشتغل كاميرا لان هي هي اقوى من العصب، هي الكاميرا المدفونه اقوى من العصب، اقوى من العصب، فهتبدا تشتغل بدورها تنقل احمال، هتبدا تنقل احمال تمام. عكس مين؟ عكس الفلات سلاب. الفلات سلاب انت اوت شريحه جوه مين، حاطط الكاميرا المدفونه هي نفس ابعاد السقف، نفس الابعاد بتاع السقف، والبلاطه كلها راكبه على الكاميرا المدفونه، ما هما الاثنين واحد، نفس الانيرشيا بتاعت بعض، نفس الانيرشيا بتاعتهم واحد. يبقى اذا انت ما حققتش مبدا نقل الحمل ان ده قوته اكبر من ده فيبدا يسحب منه الحمل. يبقى اذا الهيدنج بيم او الكاميرات المدفونه هي مين؟ متلازمه مع البلاطات الهوردي او البلاطات الهولو بلوك تمام. يبقى مميزات السوليد سلاب، مميزات الهوردي او الهولو بلوك ده كميه خرسانه قليله لان ايه؟ حطيت بلوكات تمام. وهو ان موضوع الهيدنج الكاميرات المدفونه، وده اللي ايه بيفضل الكاميرا الساقطه عن الكاميرا المدفونه، ان الكاميرا المدفونه، الكاميرا المدفونه مفضله انشائي، مفضله معماري، مفضله معماري، لكن الساقطه مفضله، الكاميرا الساقطه مفضله انشائي. ليه؟ لان عزم القصور الذاتي بتاعها كبير، ومن ثم تكون الريجيد بتاعتها كبيره وعاليه. طب اذا الريجيديتي بتاعتها عاليه يبقى قدرتها على تحمل الاحمال عاليه، شير وقص عاليه تمام. من مميزات ايضا البلاطات الهولو بلوك كميات الحديد قليله، كميه الحديد قليله مع دبس كبير في نفس الوقت حديد قليل. انت عندك الحديد بيساوي القانون اللي هو كان لما اجي احسب اريا ستيل، اريا ستيل بتساوي ايه؟ الاريا ستيل بتساوي اللي هو كان الاف يلد صح؟ في الام التيميت على مين؟ على الاف يلد في الجي في الدي في الدبس تمام. يبقى اذا كل ما العمق يزيد الحديد التسليح يقل، لان الطول الفعال ايه؟ هيزيد، وبالتالي قدره التحمل هتزيد تمام. انا عندي هنا المومنت هيكون في حاله الهولو بلوك المومنت قليل، عزوم قليله، يبقى اذا مين؟ مساحه الحديد هتقل. يبقى اذا من مميزات البلاطات الهولو بلوك كميه حديد قليله، كميه الحديد بتكون قليله. ايضا من مميزاتها الشده الخشبيه، شده خشب زي ما شفنا في الصوره من تحت، هي بتكون فلات مسطحه، لا في ما فيش فيها كمر صوت، ما هياش معقده. ايه ما هياش معقده زي مين؟ زي السوليد سلاب. السوليد سلاب عندك كاميرات ساقطه وعايز تقول، عندك كاميرات ساقطه وعايز تقول كاميرات الساقطه وعايز تنزل صوت ولها تقويات وتنزل تمام. يعني لما انت في السوليد سلاب بتلاقي ايه ماشيه وبعدين بتنزل بكاميرات وبعدين والكاميرات دي هي كمان عايزه تتقوى، وعندك بالكاميرات على الدائره الخارجي عايز تجيب لها شنابر وتقويها وقصه
تمام. اما في الفلات سلاب ده هي البلاطه الهولو بلوك الشده ايه على ليفل واحد، وبيبدا يرص مين؟ يرص البلوكات بتاعته، ويبدا يشكل الكمرات جوه مين؟ جوه الريبس، بالريبس بيبدا يشكل ايه؟ كمرات. يبقى اذا الشده بتاعتها بسيطه، طالما بسيطه يبقى انت ايه؟ لما تيجي تقوي الشده الخشب بتاعتك هتكون من تحت بس، البلاطه من تحت، يبقى الشده هت ايه؟ مش هتاخد تقويه زي السوليد سلاب، لان السوليد سلاب لما يكون عندك مسطح كبير وعندك عدد كبير من الكمرات كل ده محتاج تقويات زي ما هنشوف، كل ده عايز يتقوى، تمام؟ يبقى اذا مين التدعيم بتاعها قليل او التقويات بتاعتها قليله، عكس مين؟ عكس السوليد سلاب اللي هي بتحتاج لمين؟ تدعيم اقوى عشان ايه؟ الكمرات الساقطه اللي موجوده، تمام؟ يبقى اذا ممكن القصه دي تديك رخص في النجاره، في النجاره، في قصه النجاره تدينا المقاول النجاره او النجار مش هتاخد منه وقت لانه عباره عن فلات، تمام. النقطه الثانيه المهمه في البلاطات الهولو بلوك، بتديك مرونه نسبيه في توزيع الحوائط، بيبقى فيها مرونه نسبيه في توزيع الحوائط. احنا قلنا ان الرب البلاطه بتتكون من ربات، تمام، وبلاطه ورب الاعصاب والبلوكات، دي مكونات مين؟ البلاطه. طيب بالنسبه لموضوع الحيطان اللي فوق، قال لك في حاله البلاطات الهولو بلوك بيكون في مرونه نسبيه في توزيع الحوائط، يعني انا ممكن احط مين؟ ممكن احط الحيطه في اي مكان، في اي مكان باستثناء ايه؟ يبقى لازم يستثنى حاجه، اللي هي الحيطه تتحط فين؟ الحيطه تتحط بين اعصاب، يعني ده بايه؟ اللي هي على البلوكات، تمام. اللي انا احط حيطه على بلوك، احنا قلنا ان الكاميرا ان دي بلاطه صغيره، بلاطه ايه؟ حاجه بسيطه كده عامله توبنج، في التوبنج عامله زي التورته كده، لما يكون عندك تورته بتلاقي التورته بايه؟ متزوقه كده بايه؟ على شويه حاجات كده متزوقه بيهم كده، حته جاتوه تلاقيها، لو عندك جاتوه تلاقي ايه؟ حاطين طبقه متزوقه كده بحاجات شوكولاتات وحاجات من دي، هي التوبنج سلاب نفس الفكره. التوبنج سلاب نفس الفكره. التزويقه بتاعه البلاطه، تمام؟ يبقى اذا بتديك مرونه نسبيه، انا ممكن احط الحيطه في اي مكان الا ما احطش الايه؟ الحيطه على مسافه بين مين؟ على حائط. وضع الحيطه ما بين الاعصاب في حاله مين؟ في حاله الوان واي سلاب، لان احنا هنشوف دلوقتي عندنا انواع البلاطات، في انواع البلاطات الهوردي عباره عن وان واي، انواع البلاطات وان واي وتو واي، وان واي وتو واي. المرونه النسبيه، كلمه نسبيه دي جت منين؟ الريلاتيفيتي جت منين؟ جت اللي انا في التو واي، في الوان واي اللي هي البلوكات في اتجاه واحد، البلوكات في زي الصوره اللي تحت دي، لو بصينا تحت كده هتلاقي ايه؟ ده العصب ودي البلوكات، يعني ده العصب، ده العصب اهو، ودي بلوكات، تمام. ما ينفعش احط حيطه، ما ينفعش احط حيطه على الحيطه بين الاعصاب، مسافه بين الاعصاب، تمام. يبقى ده عصب ما احطش حيطه بينهم كده، دي في حاله مين؟ في حاله الوان واي. اما في حاله التو واي، الوان واي التو واي احط في اي مكان، لان انت عندك مين؟ عندك الربات او الاعصاب جايه في جميع الاتجاهات، عندك اعصاب في الاتجاه، في كل الاتجاهات عندك مين؟ عندك اعصاب، في كل الاتجاهات عندك اعصاب، تمام. يبقى اذا دي ايه؟ في حاله التو واي احط الحيطه في اي مكان، اما في حاله الوان واي ما احطش الحيطه في ايه؟ في اي مكان. يبقى احطها فين؟ على الربس. ما احطش الحيطه فين؟ بين مين؟ بين الاعصاب. ما احطش الحيطه ما بين الاعصاب، تمام. ده التوي اهو، ده بشكل التوي عباره عن عصب رايح كده وعصب رايح كده، يبقى اقدر ابني ايه؟ اقدر ابني في اي مكان، اقدر ابني في اي مكان، عكس مين؟ عكس الوان واي، عكس الوان واي سلاب زي دي كده وان واي، ما ينفعش ابني مين؟ ابني على الحيط، ابني على الطوب، تمام؟ زي دي كده وان واي كده، ما ينفعش ابني مين؟ بين الاعصاب، تمام؟ النقطه الثانيه اللي فيها ميزه ايضا، ان البلاطات المسطحه سواء كانت فلات سلاب او هولو بلوك اللي هي فلات من تحت، دي مسطحه من تحت، بتقاوم الحريق، يعني بتقاوم الحريق شويه. ليه؟ لان عامه لما يكون عندك سطح فلات مسطح من اسفل، تمام، يعني انا عندي سطح من تحت كده
وعندي حريقه مثلا حصلت لا قدر الله في المطبخ او حاجه ولعت او اي حريقه ايا كان، تمام، لما يكون عند سطح فلات فلات من تحت، الحريقه بتكون كده بتبدا تتوزع على جميع الاسطح، بتتوزع على السطح بالكامل، بتتوزع على السطح بالكامل. طالما اتوزعت على السطح كله، يبقى لما ما يحصل حريقه، توزيع تاثير الحراره او الحريقه هيكون ايه؟ هيكون بسيط، نقدر ايه؟ نلم الموضوع. عكس مين؟ عكس السوليد سلاب. لو انا عندي سوليد سلاب وعندي كاميرا ساقطه، الحريقه اول ما تيجي تحصل حريقه، هتلاقي الحريق هيتكثف فين؟ هيتكثف في المكان ده على الكاميرا. اول حاجه هتقابله الكاميرا، هيبدا كل التركيز بتاعها هيكون على الكاميرا، التركيز بتاعها هيكون عند الكاميرا. فالحراره هتاثر جدا على مين؟ الحراره هتاثر جدا على الكاميرا، تمام. يبقى ميزه الفلات سلاب، الفلات الهولو بلوك او الفلات سلاب، لها ميزه اللي هي بتقاوم الحريق، بتقاوم الحريق، تمام. دي ميزه من مميزات. في ميزه تانية للفلات للهولو بلوك على فكره، ايه هي؟ بتعمل عزل صوت وعزل حراره، عزل صوت وعزل حراره. ومن هذا السبب تلاقي ان الفلات الهولو بلوك دي مستخدمه في دول الخليج، خصوصا السعوديه. توزيع، بتوزع الحراره وتوزع صوت، تمام. يبقى بتقلل تاثير مين؟ تاثير، تشتغل ايه؟ كانها عازل صوت وكانها عازل حراره. ايه الفكره؟ فكره الفيزياء بقى، موضوع شغل الفيزياء بقى، ايه هي؟ لو انا احنا قلنا ان البلاطه او البلوكه دي عباره عن ايه؟ عباره عن بلاطه مفرغه كده، بلوكه مفرغه، هوا من جوه. يبقى هي ده الجدار بتاع ده، البلوكه عباره عن جدار، تمام، وهي هوا من جوه، هوا من جوه، تمام. خلي بالك بقى، لو انت ترجع لمبادئ الفيزياء، شغل الفيزياء والحاجات دي، هتلاقي ايه؟ هتلاقي لما يكون عندك فراغ، لما يكون عندك فراغ، تمام، لو انا مثلا عندي صوت جاي كده، او اشعه الشمس بتاثر كده، تمام، وعدت على فراغ، وعدت على فراغ، الشمس او الشعاع الشمس ده اهو هيبدا ايه؟ هيبدا يتناثر، يحصل له تشتيت، هيتشتت الهواء او الشمس او الصوت. لو في صوت جاي هيبدا جوه في الفراغ ده اهو، هيبدا يحصل تشتيت للفراغ، تشتيت للصوت، او تشتيت لمين؟ للشمس. ومن ثم تاثير الشمس من تحت بقى هيبقى ايه؟ للناس اللي قاعده تحت هيبدا يقل، او تاثير الصوت هيبدا يقل. يبقى هي عازل جيد للحراره وعازل جيد للصوت، تمام، لكن مش عازل جيد لمين؟ للرطوبه. مش عازل جيد للرطوبه، لان الرطوبه ممكن تعمل خلخله في البلوكات، خلخله لان زي ما قلنا هي عباره عن توبنج سلاب، في توبنج سلاب حوالي 5 10 سم ولا حاجه، تمام. قد يحصل خلخله، والطوب البلوكات احنا قلنا عباره عن ضغط. طب افرض حصل خلخله في البلوكات، ممكن تؤدي الى تساقط البلوكات، تؤدي الى تساقط البلوكات، تمام. ده بالنسبه فكره عامه عن مميزات الهول بلوك. عيوبها مرونه، موضوع توزيع الحوائط، الرطوبه ما ينفعش تصطدم في اماكن الرطوبه زي ما قلنا، ممكن تعمل خلخله، وكذلك الاحمال اللايف لود العاليه، اللايف لود العالي، احمال اللايف لود عاليه، المباني الاداريه او المصانع ما تستخدمش فيها مين؟ ما تستخدمش فيها الهولو بلوك، تمام. الهولو بلوك دي زي ما قلنا قبل كده ان انا عندي نوعين اتنين من الهولو بلوك. هولو بلوك ممكن تلاقي اللي هو وان واي هولو بلوك، الوان واي هولو بلوك. يعني ايه وان واي هولو بلوك؟ يعني ايه؟ البلوكات في مين؟ في اتجاه واحد، البلوكات في اتجاه واحد. اما التو واي، التو واي هولو بلوك بتكون ليه؟ البلوكات في اتجاهين، تمام، زي دي كده، دي تو واي، البلوكات كده وكده، الربس في الاتجاهين، اسف، الربس في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. اما الوان واي بتلاقي ايه؟ ده تو واي، هتلاقي مين؟ الربس في اتجاهين اتنين. الوان واي الربس زي دي كده في اتجاه واحد بس، تمام. بطبق الوان واي لو انا ما عنديش قيود في التطبيق. ميزه الهولو بلوك فيها ميزه، ايه هي؟ اللي انا اقدر اتحكم في مسار الحمل، اقدر اتحكم في مسار الحمل. عكس مين؟ عكس الفلات السلاب والسوليد سلاب،
عكس الفلات والسوليد سلاب. الفلات السوليد سلاب الحمل في الاتجاه القصير وشكرا، فلات سلاب الحمل في الاتجاه الكبير، تمام. لكن الهولو بلوك انا ممكن اتحكم في مسار الحمل، ممكن انا اتحكم لان عباره عن بلوكات. ارص لو رصيت البلوك في الاتجاه ده يبقى انا بقول للحمل، لو حطيت الاعصاب في الاتجاه ده يبقى انا بقول للحمل انت هتمشي في الاتجاه ده، حطيته في الاتجاه الثاني يبقى انا بقول له انت هتمشي في الاتجاه، انا اللي بحدد له الاتجاه اللي يمشي عليه. يبقى اذا الوان واي في اي حاله مفيش قيود اللي انا اطبق ليه الوان واي، حاله الوان واي، وانا اللي بتحكم في 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 اتجاه الحمل، انا اللي بتحكم في الاتجاه بتاع الحمل حسب ما رتب البلوكات، حسب ما رتب البلوكات. طيب الوان واي دي، الوان واي بتفضل، في ناس بتفضلها كتير جدا. ليه؟ علشان سهوله في التنفيذ، سهله في التنفيذ، اللي انت خلاص ايه تلاقي زي ما انت شايف كده بلوكات في اتجاه واحد. عكس مين؟ لو لاحظت، لو لاحظت في الـ في الوان واي كده، ده الوان واي البلوكات في طريقه التنفيذ. لما هنشوف ازاي بننفذ هتلاقي صف كده، سطر كده بلوكات بيقعد. اما التوي، التوي بتبقى فيها مشاكل في التنفيذ، بتاخد وقت في التنفيذ. لو انت شايف زي ما قلنا الوان واي تلاقي صف بلوكات كده وخلاص، عكس التوي زي ما انت شايف التوي بلوك واعصاب وبلوكايه واعصاب وبلوكايه واعصاب، بتاخد وقت، تمام. طيب بالنسبه للتوي، التوي بقى لازم تتطبق لتطبيق، لازم احقق شرط في التوي، لازم علشان احقق التوي لازم احقق شرط. لو انا عندي بلاطه بالشكل ده، تمام، اللي طولها مثلا ايه وعرضها بي، تمام، يبقى اذا لو قسمت البي على الايه، تمام، لازم يكون اقل من 2. علشان مين؟ علشان اطبق التوي. اما الوان واي تمشي في كله، الوان واي تمشي في كله. لكن عشان تطبق التوي عايز انت تطبق، وتقول انا هطبق توي علشان تمشي التوي، علشان يبقى الوان واي، الوان واي ماشيه في كله. طب التوي عشان تطبق توي لازم تحقق الشرط ده، من الايه على البي يكون اقل من ايه؟ اقل من 2، تمام. ده بالنسبه لموضوع انواع الكلاسيفيكيشن بتاع مين، الكلاسيفيكيشن بتاع البلاطات، يا اما تو يا اما وان واي، وامتى اطبق ده وامتى اطبق ده، تمام. عايزين بقى دلوقتي نبص على اشكال بعض ايه، بعض الاشكال الترتيب لترتيب البلوكات، تمام. ناخد مثلا مثال، لو انا عندي بلاطه اي شكل كده، انا عندي مثلا بلاطه كده وفيها كابول كده، تمام، يبقى دي بلاطه بالمنظر ده وده كابول، تمام. لما اجي ارص البلوكات احنا قلنا ايه؟ انا متاح ليا الوان واي، متاح ليا، متاح ليا الوان واي اللي انا اعمل وان واي في اتجاه، تمام. طيب يبقى الوان واي متاح ليا، والتي واي لازم انت تطبق شرط. طب في حاله زي دي كده، انا عندي بلاطه باكيه واحده مثلا وفيها كابولي، ارص الاتجاه فين؟ ارص ازاي البلوكات؟ هل ارص كده البلوكات سي مثلا، ارص، هل ارص البلوكات كده كده، تمام، هل ارصها كده ولا يكون النظام؟ طب الكابولي ارصه كده؟ ما هو الكابولي ايه؟ الكابولي هيكون وان واي. الكابولي، الكابولي الاتجاه الحمل، الحمل بيمشي في اتجاه واحد، اتجاه الحمل بيمشي في اتجاه واحد، تمام. لو انا طبقت الحاله دي بالشكل ده، الكابولي لازم يمشي كده، ما انا مش هحط البلوكات في الهواء، الكابولي بيمشي وان واي، اتجاهه اتجاه الكابولي وان واي، يبقى لازم البلوكات في الكابولي تتحط بهذا الاتجاه، لازم البلوكات في الكابولي تتحط في الاتجاه ده، اجبار عليا ان انا احط في الاتجاه ده، تمام. طيب لو انا عملت الشكل ده بقى وقلت انا احط الترتيب، مش انت بتقول براحتي انا هحطها بالشكل ده؟ طيب بالنسبه للحديد الكابولي بقى، لو انا مشيت على الشكل اللي انا عامله ده، ايه المشكله؟ ايه المشكله في الشكل ده؟ دلوقتي حديد الكابولي، اي كابولي في الدنيا ده شكل الكابولي لازم يمتد كده. يبقى انت لازم علشان عندك كابولي في كانتليفر عندك، يبقى لازم تحط البلوكات في مين؟ يبقى لازم تحط البلوكات في مين؟ في اتجاه الكابولي، او الريبس لازم يكون في اتجاه مين؟ الكابولي. علشان حديد الكابولي يخش جوه الرب،
لان هو كمرات الرب ده كمر، الرب او العصب ده كمر، هل احط الرب لو بالشكل ده بالشكل اللي انا عامله ده وحطيت قلت انا احطها براحتي في الاتجاه ده، تمام احط في الاتجاه ده براحتي، هاجي احط حديد الرب او حديد الكابولي، هل احط حديد الكابولي ادخله جوه احطه على البلوك يبقى حديد الرب هيتحط على البلوك تتك عليه تلويح، تمام؟ يبقى لازم حديد البلوك يخش مين؟ لازم حديد البلوك يخش جوه مين؟ جوه الرب، لازم حديد البلوك يدخل جوه العصب. يبقى اذا الترتيب ده غلط، الترتيب ده غلط. يبقى في حاله الكابولي، في حاله وجود كابولي، لازم البلوكات اللي عندي تمشي في اتجاه مين؟ لازم البلوكات تمشي في اتجاه الكابولي. يبقى اذا الشكل طالما في كابولي يبقى لازم البلوكات اللي بعده هتمشي بالشكل ده علشان اعمل كونتينيوتي، وحديد البلاط وحديد البلوك يخش جوه الكمر وحديد البلوك يدخل جوه. حتى خلي بالك من حتى دي، حتى لو كان عندي الاسبان ده اهو، لو عندي الاسبان ده اهو 2 متر او 3 متر والاسبان ده اهو 6 متر، المفروض ايه؟ من اقتصاديا، اقتصاديا احط الرب، احنا قلنا الرب ده كاميرا، المفروض الرب هنا يكون احط في الاتجاه 3 متر بحيث لما اجي اجيب المومنت مثلا دبليو ال تربيع على فاكتور سواء 8 12 اي فاكتور، تمام، يطلع المومنت رقم صغير وبالتالي التسليح يطلع صغير. اما تروح تحط له 6 بتربع ال 6، شوف تربيع ال 3 كام؟ 9، تربيع ال 6 36، ده انت كده مومنت كبير جدا، تمام. حتى زي ما بقولك شوف بقى، لو حتى في الاتجاه الكبير هحط الربات في الاتجاه الكبير، لو هحط الربس في الاتجاه الكبير لازم تتحط فين؟ هحطها في الاتجاه الكبير. يعني مش بقولك دي 3 ودي 6، لا هحط الرب اللي هو بالخط الاحمر ده في الاتجاه الكابولي علشان اعمل مين؟ عشان حديد الكابولي ما يتحطش جوه، حدود الكابولي ما يدخلش جوه مين؟ حديد الكابولي ما يدخلش جوه الربس، جوه البلوكات، تمام. طيب امتى اعمل الحاله دي؟ طب افرض انا عايز احط، لو انا عايز امشي ال، لو انا عايز امشي الربات في الاتجاه ده، طب افرض انا عايز دلوقتي ده غير اقتصادي شويه، طب افرض انا عايز احنا قلنا ده غير اقتصادي، طب لان ده مثلا الاتجاه كبير فانا كرعبت ربعت السته والقصه السوداء دي، طب انا عايز اخليها اقتصاديه، لو انا عايز اخليها اقتصاديه تمام هتعمل ايه؟ ده سي مثلا ده البلاطه، تمام، واحنا قلنا ايه؟ ده الكابولي، وانت بتقول لي انا عايز احط البلوكات في الاتجاه القصير ده، تمام، مش انت بتقول عايز تعمل كده عشان توفر. يبقى اذا في الحاله ديت، في الحاله ديت، في الحاله دي لازم الكاميرات بتاعتك، الكاميرات بتاعتك احط كاميرات هنعملها بالخط باللون ده كده، لازم الهيدنج بيم ده او الكاميرا الساقطه او الهيدنج بيم اللي انت عاملها على الدائره الخارجي تطلع لبره كده، تمام، بحيث ايه؟ بحيث ان انت تحمل البلوكات، انت بتقول عايز احمل البلوكات، بحيث البلوكات بتاعتك تيجي كده، فاهم قصدي؟ بحيث ان انت بديك طالعه سبورت. اما كابولي بالشكل الاولاني ده ومفيش عندك كاميرا على الحدود الكابولي، الكاميرا دي مش كونتينيوتي، مش مستمره، مش مكمله، وعايز تحط، يبقى لازم واجب عليك وفرض عليك ان انت تحط في الاتجاه ده حتى وان كان ايه؟ غير اقتصاديه، تمام. اما لو انت عايز توفر وبتعملها اقتصاديه يبقى اذا تطلع لي مين؟ تطلع لي الكابيل، تطلع لي كوابيل بالشكل ده، تطلع لي كوابيل بهذا الشكل بحيث ان انت تحمل مين؟ يبقى ده في الاتجاه ده وده في الاتجاه ده، تمام، وان كان ده هتعمل كونتينيوتي فهتقلل العزم شويه، تمام. طب ناخد مثال تاني، لو جينا مثلا قلنا اي امثله، مثلا قلنا عندنا كابولي بهذا الشكل، بلاطه بالشكل ده، تمام، وعندنا مثلا كابولي كده زي البلكونات كده ولا حاجه بالشكل ده، بيحيط بالشكل ده، تمام. تعال نختار شكل الربات، خلي بالك من موضوع التوزيع، انا بوزع، بص بوزع بكل سهوله واريحيه تامه جدا. دلوقتي انت بتقول لي انت عندك كابولي، صح؟ يبقى اذا يبقى الحمل في اتجاه الكابولي، الكابولي حمله بيبقى عباره عن ايه؟ وان واي، يبقى حمل الكابولي رايح كده، صح؟ وحمل الكابولي ده رايح كده، تمام؟ يبقى اذا في هذه الحاله، في هذه الحاله، في الحاله دي يبقى انا لازم اعمل ربات في الاتجاه ده علشان مين؟ علشان الكابولي ده،
وفي نفس الوقت لازم اعمل ربات مين في الاتجاه ده. يبقى اذا في الحاله دي تطلع مين؟ تطلع البلاط عندك توي، تطلع عندك توي بالشكل ده، لان الكابولي لازم يبقى فيه استمراريه الحقيقه البلوكات بتاع الكابولي، وده فيه استمراريه تمام. يبقى صف البلوكات هيكون بالمنظر ده، ونفس الكلام يبقى ده، يبقى انا بختار بهذا الشكل تمام. بس خلي بالك المبدا العام ان الوان واي بحطها فين؟ في اي اتجاه انا مسموح لي ان انا ادخل الوان واي، احط اي بلاطه، ودي بنستغلها في بعض الاحيان في بعض المنشات بيكون واجب عليا استخدم مين؟ استخدم فيها البلوك مثلا ستوس مثلا، وابعاد الباكيه لو ظروف معينه، ففي الحاله دي ممكن استخدم مين؟ استخدم البلوك، لان انا اللي بتحكم في اتجاه الحمل، انا اللي بتحكم في اتجاه الحمل. لكن عامه المفروض الحمل، المفروض الحمل اللي عندك يتحط في الاتجاه مين؟ القصير تمام. بحيث ان انا احط مين؟ يبقى لما يكون عندي متاح ليا كل حاجه، يبقى يفضل ان انا احط البلوكات مين؟ في الاتجاه القصير تمام. ما احط الحديد في الاتجاه، ما احط الربس في الاتجاه القصير، لو انا عندي بلاطه ابعادها كده بالشكل ده، ده الاتجاه القصير. فانا لو حطيت البلوكات في الاتجاه القصير، معنى كده ان انا بحصل مين؟ على ابعاد صغيره، وبالتالي قانون المومنت عندك بيساوي دبليو اللي تربيع على فاكتور، سواء اي حاجه فاكتور 8 10 12 اي حاجه. يبقى اذا انت بتقلل مين؟ بتقلل المومنت، يبقى اذا قللت حديد، والديفليكشن ايضا عندك هيقل، والديفليكشن هيقل تمام. يبقى انا بقلل كمان مين؟ بقلل كمان الديفليكشن. يبقى بحط البلوكات في الاتجاه القصير لو انا شغال وان واي، يبقى يفضل ان انا احطها في الاتجاه القصير. علشان مين؟ علشان الديفليكشن ما يزيدش معايا. يبقى الديفليكشن هيطلع عندي، ممكن يطلع عندي كبير تمام، او الهبوط هيطلع عندي كبير تمام. يبقى اذا ما احطها في الاتجاه القصير الهبوط هيطلع قليل. طب نتخيل مثلا لو انا عندي فتحات، لو انا عندي كاميرا فيها فتحه مثلا، فتحه بالشكل ده تمام. طيب الفتحه دي، الفتحه دي لو انا جيت في اي اتجاه من الاتجاهات، في اي اتجاه من الاتجاهات تمام. دلوقتي انا بعتبر بفكر انا دلوقتي، انا مش محضر الحاجات دي، مش متحضر، انا هو مجرد تفكير، مش يعني احنا قاعدين دلوقتي في الكلام احنا بنفكر بنشتغل ازاي، يعني ايه امثله كده من الخيال واحنا بنفكر فيه تمام. لو انا عندي فتحه بالشكل ده تمام، لو انا جيت خدت في الربات، احنا قلنا ان الربس عباره عن كاميرا ثانويه، يبقى اذا لازم يكون لها سبورت، كاميرا ثانويه لازم يكون لها سبورت، سواء كان كاميرا رئيسيه او اعمده، اي كاميرا بتبقى راكبه على عمود، يا اما راكبه على كاميرا تانية. طيب لما اجي اخد الربس بتاعي كده، هلاقي الربس طالع فين؟ طالع في الهواء، في الفراغ. يبقى اذا لازم تحط مين؟ لازم احط كاميرا حوالين مين؟ حوالين الفراغ. كاميرا واحده تكفيني، كاميرا واحده تكفي. لو انا سي مثلا حطيتها كاميرا رأس افقيه، لو انا حطيت كاميرا افقيه هقدر مين؟ هقدر ارص الربات بتاعتي عادي، صح ولا غلط؟ هرص الربات عادي، وده هرص عادي كده، الربات هتترص عندي عادي، مفيش فيها مشكله. او احطها كاميرا، او احطها لو انا مثلا، لو انا عندي كده اول فتحه اهي، ممكن احط، انا حطيت هنا افقيه، ممكن احط هنا راسيه تمام. وفي نفس القصه ايه، وهبدا ايه، وهبدا ارص تاني، وهبدا ارص البلوكات بتاعتي كده تمام. يبقى اذا في فتحه بحط بلوكات، هحط كاميرا مدفونه علشان اقدر ارص عليها مين؟ علشان اقدر ارص عليها الاعصاب اللي موجوده عندي تمام. وتقدر تقيس على كده اي حاله عندك في اي هولو بلوك، لما تيجي ترص بلوكات بتبدا تحط الاستاتيكال سيستم بهذه المنظومه بهذا الشكل تمام. طب افرض مثلا في حاله كده ممكن تقابلها، تخيل مثلا لو انا عندي مثلا نقول ده فراغ مثلا فويد، والفويد ده وراه كاميرا كده او بلاطه، يعني ده بلاطه وبلاطه وقدامها مين؟ فويد. في الحاله دي
في الحاله دي التسليح هيخش ازاي؟ تسليح الكابولي ده يخش ازاي؟ يخش جوه مره ونص ايه كابولي بقى شكلها القطع بتاعها كده، يبقى تدخل جوه ايه مره ونص البعير كابولي. تمام. لما نيجي بقى نتكلم على البلوكات، احنا قلنا البلوكات ممكن تكون بلوكات الفوم، شفنا شكل الفوم عامل ازاي. تمام. عباره عن فوم، ده فوم كده، يا اما بلوكات طوب زي دي، طوب ابيض يا اما طوب طفلي. تمام. ده البلوكات. طيب البلوكات دي مشكلتها اللي هي لها ابعاد ستاندرد، اللي انت محدد بابعاد ستاندرد. تمام. واللي متغير معاك الاتش الارتفاع، يبقى انت محدد عندك البلوكيه محدد انت ايه بارتفاعات محدده، والاتش هو اللي بيتغير معاك. تمام. وده بكود، يعني مثلا ده بلوكيه وده الاتجاه، ده الطوبه، ده شكل الطوبه مثلا. تمام. هتلاقي ان ده 40 سنتي وده 20، طوبه 20 في 40. تمام. الارتفاع هو اللي بيتغير معاك، تاخد ارتفاع مثلا 15 20 25 وهكذا وانت طالع. تمام. دي كانت من احد مشاكل الهولو بلوك، اللي انا محدد بارتفاعات معينه، يعني هتلاقي مثلا ان حتى الارتفاع البلوكيه اسطى 25 15. تمام. ارتفاعات معينه. لذلك لما الفوم بدا يظهر، الفوم ميزه الفوم حتى زي ما قلت انت هنا محدد البلوكيه محدده بابعاد معينه زي ابعاد ستاندرد كده، ستاندرد بلوك ستاندرد. تمام. لذلك الفوم لما طلع، اقدر لما استخدم الفوم، لما اجي استخدم فوم اقدر اطلب البعد اللي انا عايزه حسب الديزاين اللي انا عايزه، وابدا اطلب الابعاد اللي انا محتاجها ويقطع لك الابعاد اللي انت عايزها. دي ميزه الفوم، اللي انا اقدر احصل بارتفاع على ارتفاع ما يلزمنيش بارتفاع معين. يبقى الاتش مثلا البلوك، تلاقي البلوك ارتفاعه 15 او 20 25. تمام. طب افرض انا عايز ايه ابعاد في الرينج ده او اقل او ازيد. تمام. يبقى انا الهولو الفوم وفر ليا القصه دي، لو انا عايز استخدم فوم هو وفر ليا قصه ايه اللي انا اطلب اي بعد. تمام. لما اجي احسب الوزن، لما تيجي الديزاين، لما تيجي تحسب الوزن، بص اي وزن في الدنيا عايز تحسبه، اي وزن اي حاجه في الدنيا انت عايز تحسبها عباره عن ايه؟ عباره عن الكثافه، كثافه العنصر. عايز احسب بلوكات يبقى كثافه البلوكات البلوك، عايز تحسب وزن بلاطه كثافه البلاطه، الماده المصنوعه من البلاطه خرسانه مثلا. تمام. في مين بقى؟ في البعد الغير مستخدم، اي عنصر عايز تجيب وزنه بالقصه دي، الاون ويت بتاعه، الكثافه بتاعته في البعد الغير مستخدم. لو انا عندي كاميرات، لو انا عندي كاميرا. تمام. انا عايز الكاميرا، انا الكاميرا بحسب لها ايه؟ بحسب لها الوزن المتر الطولي، كاميرا بحسب لها متر طولي. تمام. المتر الطولي، يبقى اذا انا مش مستخدم مين، مش محتاج مين، يبقى الابعاد اللي انا مش محتاج، انا عايز احسب على الطول، يبقى اذا البي في التاني مش محتاجها، مش محتاج البي في الارتفاع في عرضها لو انا عندي كاميرا. تمام. ده شكل كاميرا كده، ده مثلا البي بتاعتها، وده التي، وده ال. انا بجيب متر طولي، يبقى اذا طولي، يبقى انا مش محتاج مين، مش محتاج لا بي ولا تي، يبقى هضرب في مين، في بي وتي. لما لذلك لما تيجي تحسب كاميرا هتلاقي الاون ووت بتاعها ايه، كثافه الكثافه في البي في التي. تمام. طب لما تيجي تحسب بلاطه، البلاطه عباره عن ايه؟ عباره عن وزن المتر، الوزن متر مسطح، البلاطه متر مسطح، يبقى انا مش مستخدم مين، مش مستخدم مين، التي بتاعتها السكنس بتاعتها انا بستخدم ده الطول ده متر مسطح، يبقى اذا السكنس اللي انا مش مستخدم. لذلك لما تيجي تجيب كثافه ال وزن البلاطه، الكثافه الكثافه الخرسانه في السكنس بتاعها. تمام. طيب لما تيجي تحسب اي وزن في الدنيا، وزن اللي هو البلاطات دي عباره عن وزنها عباره عن ايه؟ وزنها عباره عن الطوبنج سلاب، وزن مين؟ البلاطه. ووزن مين؟ وزن الربس. ووزن مين؟ وزن البلوكات. تمام. وزن الربس، الربات، والبلاطه، والبلوكات، دول ثلاث حاجات، ثلاث اوزان انت بتحسبهم. تمام. هتلاقي في غالبا ان الابعاد بتكون ثابته، الابعاد هتلاقي مثلا ال 40 و20 ده كده ثابت، انت ما عندك الارتفاع اللي بتغير. تمام. لما اجي اشتغل على الستاندرد، الابعاد الستاندرد مثلا، ما اجي اتكلم في البلاطه وان واي، في بلاطه وان واي اتجاه ايه؟ في اتجاه واحد. تمام.
لو اشتغلت على ابعاد اللي هي 40 40 و40 اللي هي عرض البلاطه، عرض الطوب 40 سنتي، تمام. لو انا ده عند عصب وده عند عصب وبينهم بلوكات، تمام، هتلاقي عندك ايه المتر الواحد انت عايز تجيب الوزن في المتر المسطح، هتلاقي عندك عصبين اتنين. لما تيجي تحسب الاوزان مثلا، عندي دي بلوكات ودي بلوكات، تمام، وادي صف بلوكات، وده مين وده الربس، المسافة بينهم ده الربس، تمام، ده الربات، ده الرب وده رب، تمام. احنا قلنا ان عرض الطوبة كام، 40 سم، يبقى ده 40 وده 40. طب المتر هيكون في كام صف؟ لما اجي احسب هلاقي نفسي مثلا دي بلاطة 40، تمام، ودي بلوك كام، 40، يبقى 40 و40 80. لما اجي اخد ال 100، لما اجي اخد 100 سنتي، انا باخد متر في متر، تمام، هلاقي نفسي حصرت كام، هتلاقي هنا كمان رب كمان هنا بالمنظر، بلوك في المنظر ده، فهتلاقي المتر فيه كام، هتلاقي فيه عصبين اتنين، المتر هتلاقي فيه عصبين اتنين في حاله الابعاد ال 40 20، تمام، هتلاقي عندك عصبين اتنين. طب العصبين دول ما تيجي تعد البلوكات هتلاقي 20 بلوكايه، هتلاقي حوالي 10 بلوكات، تمام، لما تيجي هتلاقي 10 بلوكات، عصبين و10 بلوكات في المتر الواحد، تمام. في نقطة تانية في توزيع الربس، تمام، الطول ال 40 سنتي، انا قلت مثلا ان البلوكايه 40 سنتي في 20 سنتي، تمام، 40 في 20، خلي بالك الطول ال 40 سنتي ده بيكون عمود على الرب، الطول ال 40 سنتي، طول البلوكايه ال 40 سنتي بيكون عمود على الرب، تمام. لو ده رب، ده الرب، تلاقي العمود على الرب، او ده لو ده الرب بتاعي او الكاميرا الثانويه بتاعتي، هتلاقي مين، هتلاقي ده برص على الرب الطول ال 40، ودي نقطه مهمه. يبقى الرب لو ما يكون عندي وان واي سلاب، وان واي سلاب، بيكون ال 40 سم طول الطوبه بيكون عمودي على الرب، بيكون عمودي على الرب، والطول ال 20 بيكون موازي للرب، تمام. بنفس المنطق تقدر تحسب مين، تقدر تحسب عدد البلوكات اللي جوه المتر في التو واي، بتاخد متر في متر من سنتر تو سنتر، هتلاقي تقدر تطلع مين عدد البلوكات، تشوف المتر الواحد في كام بلوكه، وتقدر تحسب وزنه، تمام. بالنسبه للدايمنشنز، الدايمنشن بتاع البلاطات، تمام، هتلاقي الابعاد بتاعتنا المعروفه اللي هي كانت ال على 20، تمام، وال على 25، وال على 8، وال على 28، اللي هي ال على 20 لو كنت لو سيمبل، ال 8 على 25 لو من اتجاه واحد، 28 مستمره كانتليفر 8. ال ال ده اللي هو مين، ال ده اللي هو طول الرب، ال ال اللي هو طول الرب، تمام. دي بالنسبه للاطول تقدر تحسبها من الكود بكل سهوله. ده بس احنا مش بنتكلم على الديزاين، احنا بس ايه دردشه، يعني هي اللي ايه المحاضره دي بس ايه دردشه في الهولو بلوك بس، لان ايه لو في معلومه تايهه عن الناس بس تبقى ايه عارفاها، وان شاء الله نتكلم على التنفيذ بعد كده، تمام. لما اجي اتكلم مثلا على الابعاد، احنا قلنا الابعاد شكل البلاطه عامه، احنا قلنا ان شكل البلاطه الشكل الثابت بتاعها، هتلاقي ده القطاع ده بيكون مرسوم عندك في اللوح، تمام، يبقى اللوحه ده قطاع الهولو بلوك، بلوكات وبلاطه توبنج سلاب، ده بيكون ايه في اللوح الانشائيه، بتلاقي عندك القطاع ده زي ما هنشوف، تمام. طيب العصب بتلاقي هو بعد كده مفرغ لك مين الابعاد عليه، بيقول لك ان عرض ان طول الطوبه كام، الايه بتاعتها كام، تمام، وهيكون مديك عرض مين، عرض العصب، وهيكون مديك مين، وهيكون مديك الارتفاع اللي هو تي، الارتفاع ده كله تي، تمام، اللي هو ارتفاع القطاع الكلي، وعندك تخانه البلاطه اسمها تي، الاسلاب بيبقى اس، تمام، تقدر تجيب مين، تقدر تجيب الابعاد، تمام. هتلاقي ان اقصى بعد للطوبه، اقصى بعد للطوبه، طوبه 70 سنتي، ان الاي عرض اكبر طوبه 70 سنتي. خلي بالك الطوبه الستاندرد 20 في 40، الطوبه الستاندرد بتكون 40 سنتي في 20، ده طوبه ستاندرد. طب الطوبه اللي مش ستاندرد مثلا ممكن توصل بالطوبه، ممكن تصنع طوبه 70 سم. خلي بالك مصانع الطوب اللي هي اللي بتعمل البلوكات دي، انت ممكن لو انت عندك موقع كبير، ودي ميزه في الهولو بلوك، ممكن توفر منها فلوس كتير،
لو انا عندي موقع كبير مثلا، انا ممكن اجيب مصنع البلوكات عندي في الموقع، يعني انا ممكن اجيب مصنع بلوكات في الموقع عندي وانا اللي اصنع البلوكات في الموقع، هتوفر لك فلوس. تمام، هتلاقي ان الاي دي اقصى بعد هتلاقيه 70 سنتي، ان الاي اقصى بعد غير ستاندر، اقصى اكبر بلوك غير ستاندر تلاقيه 70 سنتي. تمام، عرض البلوكيه او ارتفاع التوبنج سلاب او البلاطه التوب، احنا قلنا بلاطه صغيره بتلاقي ايه اكبر، ايه بختار الايه 5 سنتي يا اما ايه على 10، ايه على 10. تمام، طيب اللي عرض العصب، عرض العصب يا اما 10 سنتي اكبر من 10 سنتي يا اما مين الارتفاع على 3، اقل عصب 10 يا اما ارتفاع على 3. تمام، ده بالنسبه لمين؟ للابعاد. هتلاقي في الكور. طيب في حاجه تانية اسمها كروس ريب، هنختم بقى ان شاء الله بكروس ريب دي. ايه الكروس ريب ده؟ لما الطول بيبدا يزيد، لما الطول بيبدا يزيد تمام، العصب طوله بيبدا يزيد، العصب طوله بيبدا يزيد، بيبدا الديفليكشن يزيد والمومنت يبدا يزيد. تمام، الديفليكشن بيبدا يزيد، انت كل الدنيا كلها متربطه ببعضها، ده بيزيد ده بيزيد ده بيزيد. لذلك ايه، زي ما عرفنا في المحاضره التمهيديه اللي احنا كنا عملنا محاضره تمهيديه، هتلاقي ايه، هتلاقي احنا دخلنا فين، في البريستريسد، ودخلنا في البريكاست. تمام، فلما اجي البريستريس ده احنا قلنا بنستخدم امتى، بلاقي لما الدبس، لما الاسبان بيزيد معايا، فانا ما زود الدبس الحمل يزيد، حمل يزيد، مومنت يزيد، كله عمال يزيد. تمام، فتلاقي نفسك بتخش في دايره مفرغه. تمام، لما يكون عندي عصب كبير، طول العصب، لما اجي ابص على طول العصب لقيت طول العصب كبير، معنى كده ان الديفليكشن عندك هيبقى كبير، لان الديفليكشن في الطول، علاقه في الطول. تمام، الهبوط، الكاميرا عرض زبانها كبير، الهبوط بتاعها او الديفليكشن بتاعها كبير، وكذلك المومنت، المومنت في الطول هو كمان. تمام، يبقى لما الطول يزيد المومنت هيزيد والديفليكشن يزيد، فانا بعمل حاجه اسمها ايه، كروس ريب. تمام، بعمل زي كروس ريب كده. الكروس ريب ده اللي هو العصب عرضي، عصب عرضي. تمام، يعني زي مثلا لو انا جيت رسمت مومنت العصب، هتلاقي المومنت سي مثلا، لو قلنا كون سيمبل هتلاقي حاجه بالمنظر ده. تمام، طب لما اجي احط لما اجي احط عصب في كروس ريب في السكه، اقطع اكن بقطع العصب. تمام، كل ده هنشوفه ان شاء الله في التنفيذ، هتلاقي تقريبا المومنت بيرفع سنه كده. تمام، يعني تخيل هنا المومنت سي مثلا دبليو اللي 48، هنا المومنت العصب ده كانه سبورت بدا يشيل مين، اكنه بدا يشيل حمل او بدا يشتغل سبورت، فيبدا يرفع المومنت شويه، يبدا يرفع فبيقلل المومنت شويه، ومن ثم ايه، طالما رفعت المومنت سنه، رفعت المومنت سنه، يبقى اذا مين اللي هو، لما نيجي نحسب ديفليكشن ال اللي عندنا ده في الديفليكشن، لما اجي اجيب المسموح به، بتلاقي ال ده مين، المسافه ما بين مين، نقطه انقلاب العزوب، نقطه انقلاب العزوب. فانت هنا كان عندك ال ده كله، طب انت لما حطيت الكروس ريب ابتدى العزم يتعلق على مسافه معينه، فاذا الطول اللي انت بتشيك عليه كام، قل شويه، يبقى اذا انت قللت مين، الديفليكشن، وايضا هيبدا يشيل جزء من الحبل، نسبه من الحبل. تمام، يبقى اذا الاحمال على الاعصاب في حاله الكروس ريب هتقل شويه عن المحسوب، بس انا ما بحسبش الكروس ريب، ما بيتحسبش، ما بيتحسبش، خلي بالك ما بيتحسبش. لما اجي استخدم الكروس ريب، هتلاقي الكود قال لك في الكروس ريب ده عباره عن ما حاطه، ما بستخدمه بناء على الاسبان البحر والاحمال الايه، والاحمال اللايف لود، دومت اللي بيكونوا مؤثرين اللايف لود. حتى لما اجي اختار الاستاتيكال سيستم، بتلاقي اللي مؤثر معاك في الاستاتيكال سيستم اللايف لود والاسبان. تمام، لما يكون عندي لايف لود 300، اقل من 300، واسبان اكبر من 5، بحط كروس ريب 1. تمام، لما اللايف لود اكبر من 300 وسبان اكبر، كل الكلام ده في الكود، والسبان اكبر من 4 ل 7 بيبقى ايه؟ 1 كروس ريب برضه. لو اللايف لود اكبر من 300 والسبان من 4 ل 7 كروس ريب 1. طيب لو اللايف لود كبير اكبر من 300 والسبان اكبر من 7 بحط مين؟ 3 كروس ريب. بحط كروس ريب زي ما قلنا بيقلل ايه؟ بيشيل جزء من الحمل، وبيقلل مين؟ بيقلل الديفليكشن. تمام؟ في حاجة تانية إيه سريعا كده، حاجه اسمها ايه، السوليد بارت. السوليد بارت دي بستخدمها عند الكاميرات،
تمام. السوليد بارت بستخدمها عندك في ايه، عندك كاميرات لو تلاحظ كده هتلاقي كاميرا وسايب مسافه كده، كاميرا وسايب مسافه تمام، بتلاقي ايه جنب الكاميرا تلاقي ايه سايب مسافات جنب الكاميرات الساقطه والحاجات دي. زي دي كده مسافة صغيرة كده اللي بستخدمها حول الكاميرات تمام. ليه؟ لأن أنت عندك نيجاتيف مومنت، هيكون في نيجاتيف مومنت عند الكاميرات تمام. طيب المنطقة دي منطقة مين؟ في كاميرا، يبقى إذا في شير هنا، في قص، في قص أو شير فورس تمام. يبقى إذا السوليد بارت ده عبارة عن خرسانة، السوليد بارت دي عبارة عن خرسانة تمام. طالما أنت عندك كاميرا، الكاميرا ده هيكون عليها مين؟ هيكون عليها شير فورس تمام. لما احط البلوكايه لازقه في قلب الكاميرا، لما احط البلوك لازق في قلب الكاميرا، البلوك ده مش هيشيل شير فورس. يعني انا لو عندي كاميرا بالشكل ده، ده مثلا، او عندي كاميرا بالشكل ده، ده كاميرا، واجي ابص البلوكات بتاعتي لازقه في قلب الكاميرا تمام. وانت اساسا لو انا ده الكاميرا زي ما قلنا وده البلوكايه، انا عندي هنا دي منطقه كاميرات، يبقى اذا فيها ايه، فيها شير فورس. البلوكات دي، البلوكات الحجر ده او الفوم او خلافه اي نوع، مش هيشيل شير فورس. مش هي... مين اللي هيشيل الشير فورس؟ الخرسانه تمام. يبقى اذا انا لازم ابعد بالبلوكات مسافه قيمتها ايه، قيمتها موجوده في الكون تمام. السوليد بارت دي بشيك عند، لو بشيك سواء عند الكاميرا، الكاميرا الساقطه، يبقى هيكون في نيجاتيف مومنت، وهيكون في شير فورس تمام. يبقى البلوكات مش هتشيل الكلام ده، يبقى لازم مين اللي يشيل القصه دي؟ الخرسانه هي اللي هتشيل الكلام ده. يبقى انا السوليد بارت بشيك عليه عند العزوم السالب نيجاتيف مومنت، وعند الكاميرا البروجكت الكاميرا الساقطه، ما بعملش تشيك عند السوليد، ما بعملش تشيك على الهيدن دي بيم او الكاميرات المدفونه، لان هي كده كده اوريدي خرسانه، ما فيش فيها سوليد بارت. يبقى الكاميرا البلوكات لازقه في مين؟ في الهيدن بيم الكاميرات، لا البلوك لازق في الكاميرا، لا هي ما فيش عندها سوليد بارت. السوليد بارت بحطه عند الايه، النيجاتيف مومنت، وعند ايه، وعند الكاميرات الساقطه تمام. دي لها حسبه في الكود بدلاله اللي بشوف الكباست بتاع القطاع كام، اكبر عزم سالب القطاع. انت كده كده عندك مينيمم مين، مينيمم سوليد بارت، هتبدا تشوف ايه السوليد بارت قيمتها كام تمام. إيه بدلاله حاجه في الكود، إيه تقريبا الكباست بتاعت القطاع، بشوف اكبر عزم القطاع ده هيشيله قد ايه تمام، وابدا احدد السوليد بارت احتاجها قد ايه. السوليد بارت دي تسلحها اي، بيكون حديد برضه، يعني ايه المسافه دي اللي هي السوليد بارت المفروض فيها حديد. يعني في ناس ما بتحطش فيها حديد، لا المفروض يكون فيها حديد تمام. يعني مثلا ايه، كل 10 سم سيخ فاي 12، كل 10 سم يبقى ايه 1 فاي 12 لكل 10 سم، 1 فاي 12 لكل 10 سم، وطريقه حسابها موجوده في الكود تمام. يبقى احنا عرفنا في 1 واي وفي 2 واي، وده ده بالظبط مين ده، اللي هولو بلوك، يعني دي نبذه عن الهولو بلوك تقريبا الموجود عندنا تمام. في بس حتى اللي هي معاملات توزيع الاحمال، المفروض في حاجه اسمها معامل توزيع احمال تمام. في نقطة بقى، آخر نقطة أو آخر نقطتين، آخر نقطة، في سؤال كده، هو ليه الحمل الكبير بيروح في السوليد سلاب؟ هو ليه الحمل الكبير بيروح في الاتجاه الصغير؟ هو ليه الحمل الكبير بيروح في الاتجاه القصير؟ لو أنا عندي بلاطة تمام، بتلاقي الحمل الكبير بيروح في الاتجاه القصير، وكذلك القصير والعكس. طب ليه؟ خلي بالك، حتى يتحقق مبدا ايه اللي هو تساوي الديفليكشن، تساوي الديفليكشن. بمعنى لو انا عندي بلاطه بالشكل ده، بلاطه تمام، المفروض
سواء كان الاتجاه ده او الاتجاه ده، المفروض بيحصل عندي مين؟ ديفليكشن. تمام. لو مثلا تعالى اتخيل ان انا عندي خط وهم كده اللي هو مثلا في نص البعد، قيمة الديفليكشن كام؟ سي مثلا ده شكل الديفليكشن في مين؟ في الاتجاه ده. تمام. وده شكل الديفليكشن. ديفليكشن ايه؟ ترخيم اللي البلاط هتاخده او البلاط هتاخده في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. تمام. انا عندي الديفليكشن بيساوي ايه؟ الديفليكشن بيساوي ايه؟ 5 على ما اتذكر، يعني 5 دبليو الحمل في ال اللي دي تقريبا اس 4 على 300، يعني الناس ممكن تراجع القانون ده في مين؟ في الاي اي. 5 في دبليو في الحمل في الليزبان على 384 اي اي. تمام. خلي بالك ده الديفليكشن، ده القانون العام في ده الديفليكشن. خلي بالك بقى من النقطه ديت، لان النقطه دي مهمه، يعني في ناس مش عارفاها. ليه الحمل في الاتجاه ده؟ افهم بقى النقطه دي بيقول لك ليه. خلي بالك ده الديفليكشن، ده قانون الديفليكشن 5 دبليو اللي اس 4 في ال 384. خلي بالك احنا قلنا ان انا عندي اتجاه البلاطه، البلاطه بتكون مين؟ الحمل بيتحرك في اتجاهين اللي هو ايه؟ السيرفس مسطحات، عكس مين؟ عكس الكاميرا. الحمل بيتحرك في اتجاه واحد، الكاميرا بالحمل في اتجاه واحد في اكس. عندك بعض اللي هي السيرفس الاسطح الدورانيه، الحمل في اكس وواي وزد، ثلاث اتجاهات. تمام. فانا لما يكون ان انا عندي المفروض ديفليكشن في اتجاه اكس، تمام، احسب ديفليكشن في اكس واحسب ديفليكشن في اتجاه واي، ايه اللي المفروض يحصل؟ ان النقطه الواحده، اي نقطه اخدها، اي شريحه او اي بوينت اهو على القطاع على البلاطه، اي نقطه على البلاطه في البلاطه الواحده، ان الديفليكشن يكون لها قيمه واحده، قيمه ديفليكشن، قيمه دي، سواء من اللي لو حسبتها من الاتجاه الكبير او حسبتها من الاتجاه القصير. يعني لو ده عندي ال الاتجاه الكبير وده عندي البي، ده ال وده البي، المفروض الديفليكشن لو حسبته من اتجاه اكس او اتجاه واي لازم قيمه الديفليكشن تطلع قيمه واحده. لو حسبت الديفليكشن سواء من اتجاه اكس او من اتجاه واي، لازم النقطه الواحده يطلع لها قيمه واحده، النقطه اي نقطه على البلاطه يطلع لها قيمه ديفليكشن واحده بس. تمام. طيب هتحقق ده ازاي؟ ده قانون مين؟ ده قانون الديفليكشن، ده قانون الديفليكشن في مين؟ عباره عن دبليو في ال ال اس 4 على 384 اي اي. تمام. يبقى اذا عشان اساوي الاثنين دول ببعض، عشان اساوي الاثنين دول ببعض، يبقى ده الطول مين؟ لو انا افترضت مثلا، جينا علشان نوضحها اكتر، المفروض مثلا سي مثلا هاخد الطرفين اللي هي اتجاه اكس، احنا قلنا المفروض ان العزم ان الديفليكشن في اكس هو الديفليكشن في واي، او الديفليكشن في الفا هو الديفليكشن في بيتا. انا عندي قانون الديفليكشن بيساوي، انا هساوي الترمين دول، عايز اساوي الترمين دول ببعض، لان قلت اي نقطه على البلاطه الديفليكشن بتاعها بكام؟ بواحد، يساوي بعض، سواء حسبت من الاتجاه ده او من الاتجاه لازم نطلع بايه؟ بكام واحده. طب انا عندي قانون الديفليكشن بيساوي ايه؟ بيساوي 5 دبليو في ال اس 4 على مين؟ على 384 في الاي اي. تمام. هساوي مين؟ هساوي الديفليكشن الثاني في النقطه اللي هي بتاعت واي دي، نفس القصه، 5 في مين؟ في دبليو ال اس 4 على مين؟ على 384 كام؟ اي او. انا عندي 384 اي اي ده ثابته للنقطه اكس، وده ايه بقى المتغير عندي؟ الدبليو والال، دبليو وال. طب تمام، ده مين؟ لو انا خدت فرضنا ان اتجاه واي ده هو اتجاه الكبير، الواي ده الكبير، تمام، وده الصغير، سي مثلا ده الصغير ده 4 متر، تمام، والكبير ده 5. طب تخيل بقى لو انا عندي، لو انا جيت هنا في الترم ده اللي هو في الترم بتاع واي ده او في اتجاه واي ده احنا قلنا الاتجاه الكبير والحمل في 5. تمام. لو انا خدت 5، خلي بالك الخمسه والرقم ده كله ثابت، اللي متغير عندي مين؟ الدبليو والال اللي اس 4. تمام. لو انا خدت في الاتجاه ده اهو الحمل في الاتجاه، الحمل الكبير والاتجاه الكبير، تخيل لو انا عوضت بالدبليو دي مثلا، قلنا دبليو
دبليو في ال، لو انا عوضت ال ده بخمسة تمام وعوضت بقيمه الدبليو او قيمه الحمل الكبيره تمام، هل الاثنين دول هيساووا بعض؟ مش هيساووا بعض. لو انا عوضت هنا مثلا، لو انا قلت ان الحمل في الاتجاه القصير ببوينت 35 مثلا، وده خليهم ببوينت 25 اي رقم، ده الصغير وده الكبير، هل لو انا عوضت بالحمل الكبير مع الحمل الكبير مع قيمه الحمل الكبير مع الاسبان الكبير ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لك هنا قيمه مين؟ قيمه ديفليكشن. ولو عوضت هنا بالحمل مع الحمل الصغير ومع الحمل الصغير والطول الصغير هيطلع لك هنا قيمه ديفليكشن اقل من ده حسب الحسابات، لان احنا قلنا الترم 5 ده كله ثابت. اللي متغير عندي مين؟ اللي متغير عندي مين؟ اللي هو الحمل اللي هو قيمه الدبليو في ال اس 4 ودبليو اس 4 تمام. يبقى اذا لو انا عوضت بالحمل الكبير مع ال ال الكبيره هيطلع لي قيمه ديفليكشن برقم، وعوضت هنا بالدبل الصغيرة بالحمل الصغير والال الصغير هيطلع لي برقم، هيطلع الرقمين مختلفين عن بعض، اما لو انا عوضت بالحمل الصغير الحمل الكبير مع الطول الصغير والحمل الكبير والحمل الصغير مع الطول الكبير هيطلع الديفليكشن ايه؟ هيحقق لك ان النقطه الواحده لها كلمه ديفليكشن واحده تمام. دي نقطه. طب افرض مثلا هي ضربت في دماغي وانا عايز اخلي الحمل الكبير يمشي في الاتجاه الكبير تمام، هنا لازم تزود الحديد. في الحاله دي لازم تزود الحديد لان هيحصل عندك شروخ، هيتكون عندك شروخ ماشي. يبقى لازم في الحاله ديت لو انا عايز اعكس لازم ازود كميه الحديد، بدل ما شغال على 16 اشتغل على 18، 18 اشتغل على 20 او 22 وهكذا تمام. يبقى دي فكره مين؟ ليه الحمل الكبير في الاتجاه الكبير في الاتجاه الصغير والعكس؟ ده فكره مين؟ ده الفكره بتاعتها موضوع ديفليكشن، النقطه الواحده لازم يكون لها نقطتين في الديفليكشن تمام. في نقطه ثانيه موضوع الشروخ اللي بتحصل تمام. اي شرخ بيحصل بيكون له كذا سبب. اول سبب الاحمال اللي هي التصميميه او خطا تنفيذ. اسباب الشروخ خطا تنفيذ. خطا تنفيذ ازاي؟ يعني من اسباب الشروخ نقطه عامه. اسباب الشرخ بيحصل ازاي؟ ممكن تلاقي غلطه في التنفيذ. غلطه في التنفيذ ازاي؟ المفروض بلاتها 18 سم انت رحت حطيتها 16 تمام، دي خطا في التنفيذ. ممكن ما تشيلش الاحمال كتقوم لو الراجل الديزاينر مسيف نفسه بالظبط على 16 ممكن على 18 الاحمال لو زادت شويه ممكن يحصل شروخ. او التصميم، ممكن التصميم خطا من الاساس، الراجل فيه حاجات ايه ممكن يكون حصل خصوصا البرامج اللي البرامج الاناليسز ممكن واحد يدخل موديل غلط وبنسمي يطلع له عزم غلط تمام. ده قصور في التصميم او قصور في التنفيذ. خطا في التنفيذ بقى مش هيبقى قصور، هيبقى خطا. او حمل زياده وده بقى ايه؟ لا موقف طريف. يعني الحمل زياده لو انا عندي بلكونه تمام، بلكونه وطبعا اللايف لود عندك 150 او 200 كيلو جرام تمام. لما يحصل بقى في فرح في الشارع او في خناقه في الشارع بتلاقي الشقه كلها وقفت في البلكونه تمام، الشقه العيله كلها طلعت وقفت في البلكونه، فعملت ايه؟ عملت لايف لود زياده ممكن يعمل شرخ في مين؟ في البلاطه تمام. يبقى ايه؟ حمل زياده. يبقى هي دي بس كانت محاضرة تقديمية عن الهولو بلوك وبعض المعلومات عن الهولو بلوك علشان بنتكلم في التنفيذ تكون الدنيا واضحة ونكون بنعرف بنتكلم تكون الدنيا واضحة في التنفيذ ونعرف مجرد ما نتكلم نبقى احنا عارفين ايه بالظبط الدنيا فيها ايه. ان شاء الله المحاضرة القادمة في البلاطات الهوردي هتكون عن التنفيذ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.